حقيقة لأن الإجراء الأثيوبي موضوعي لأسباب عديدة، أولها أن مشروع سد النهضة نفسه تحول إلى جزء من تفاصيل المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل أثيوبيا، بمعنى أن أثيوبيا من الناحية السياسية حتى إذا رغبت وأرادت في إجراء أي معالجات تتعلق بتقصير منع السد أو وقفه ستتعرض داخليا إلى إشكالات، وهي في وضع سياسي هش وفي وضع فيه تجاذبات داخلية ربما خارجية معقدة، وبالتالي أثيوبيا من الناحية المعنوية كانت تحتاج إلى هذا الإجراء لأنه على الأقل في حالة الحروب الداخلية التي تسدى سيجعل هناك توافق من اللجنة الوطنية خلف قيادتها، وبالتالي يبدو بشكل واضح أن القيادة الأثيوبية بخلاف الأسباب الفنية كانت لها دوافع قوية لأن تجعل هذا الإجراء واقعيا ويحدث. كذلك من الناحية الفنية هي تحدثت عن احتياجها لاختبار عدد من التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء في السد، وهذه وصلت الآن مرحلة من حيث الإنشاءات والتجهيزات الوضعية لا يمكن التراجع عنها، بخلاف أن هذه الموسم هذا العام من الأمطار شهد مياه كثيرة، وبالتالي توفرت لأثيوبيا من الناحية الفنية جملة من الأسباب التي تجعل تراجعها عن عملية المل عملية معقدة، رغم أن هناك بعض الأغواض تتحدث وبعض التقارير عن أن أثيوبيا من الناحية الفنية لم تكن جاهزة للملء الثاني، لكنها اضطرت هنا اسمح لي أستاذ محمد تحدثت عن ضرورة اليوم ضرورة إكمال السد بالنسبة للسياسة الإثيوبية والداخل الإثيوبي، لكن فنيا كما ستذهب إليه الكثير تحدث بأن السد اليوم ليس جاهزا من أجل عملية التخزين، وهناك من يثب بأنها لن تستطيع أن تخزن أكثر من 3 مليارات متر مكعب، وأن حتى ارتفاع السد ليس بالارتفاع المطلوب، هناه سيكون موسم أمطار بحسب الخبراء. من الناحية الفنية، لكن كما قلت أنها بهذا الإعلان تحقق جملة من الأهداف، أولها أنها وضعت الجميع الآن أمام الأمر الواقع في عملية الملء الثاني، بمعنى أن الآن المعركة ستنتقل للموسم القادم للملء الثالث، بالتالي إلى أن يثبت بشكل فني أنها لم تملأ أو ملأت هذا الآن لم يتحول الموضوع. الآن هي حددت مقاس للملء الثاني وعمليا بالإعلان الرسمي أعلنته، وبالتالي لا يملك السودان ومصر سوى المسافة التي تمتد من اليوم إلى الموسم المقبل في أغسطس أو يوليو 2022، هذه المسافة تحتمل ربما المفاوضات، تحتمل ربما الضغوط السياسية، تحتمل ربما جهود الوسطاء، لكن عمليا أثيوبيا حددت هدف وميقات وأعلنته إلى أن يثبت فنيا أن هذا الإعلان غير دقيق. نعم. طيب في أول رد فعل من قبل السودان قالت بأن هذه الخطوة هي خطوة مخالفة لاتفاق المبادئ، وأيضا هناك تأثر بسد الروسيرس السوداني وبأن عملية التخزين فيه قلت إلى 50%. ما المتوقع أن تقوم به السودان بعد اكتمال عملية الملء الثاني؟ أتوقع أن تتجه السودان وربما مع مصر إلى تعديل هذه الخسائر، وهذا باعتبار أن هذا انتهاك لإعلان المبادئ وأنه تصرف إحادي أعلنت الدولتين بشكل متكرر أنهما لن يقبلا به، وبالتالي ربما يتم تصعيد الأمر إلى اللجنة المختصة في الاتحاد الأفريقي الذي ترعى المفاوضات رئاسة رئيس الكونغو، وربما يذهب إلى بعض الجهات الخاصة بتقييم الأضرار من مثل هذه الأفعال، وهو ما أشارت إليه وزيرة الخارجية السودانية قبل يومين بأن السودان سيتجه إلى بعض تحديد نسبة الأضرار لتقديم بعض الشكاوى في بعض المنصات العالمية. أشكرك جزيلا الصحفي المتخصص في الشؤون الأفريقية الأستاذ محمد حامد جمعة، كنت معنا من الخرطوم.